النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحلق في حجة الوداع أشار للحلاق أن يبدأ له بالجهة اليمين أثناء الحلاقة، وهذه من السنة. فإذا ذهبت إلى الحلاق أردت أن تحلق فنبه هذا الحلاق إذا بدأ الحلاق أن يبدأ باليمين أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أشار للحلاق أن يبدأ بالجهة اليمين. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن، في الرواية الأولى أشار إليه أن يبدأ باليمين، وفي الثانية أعطاه اليمين قال ابدأ عشان يبدأ باليمين. فهذا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه إشارة وأيضا ناوله الشق الأيمن تأكيدا من أجل أن يبدأ باليمين، وهذه من السنة التي قد تخفى على كثير من الناس، تخفى على الحلاقين وعلى من يحلقون، أن يبدأ بالجهة اليمين أثناء الحلاقة.